تدخل الإقليم لقادر يمون هن قوتين أساسيتين بشكل أساسي ومعهم حد السعودي الإيراني بشكل مباشر. هلأ إذا السعودي والإيراني بيتدخل بيقولوا نحن تدخلنا من أجل الوصول إلى الحل تنحل بلبنان، على القليل في عندك كتلتين ثلاثة بيتأثروا هون وهون، نعم بيمشوا بالاتفاق. وشو اللي مانع؟ وهيدا اللي أكدته آخر جلسة لما شفنا نحن 52 و59 يعني هالسبع نواب هون أو هون اللي هني بدو أو عشرة نواب. أو في عندك إذا لقاء ديمقراطي صحيح. أنا بعتقد إذا السعودية كانت بجو ما تقدر تمون على القوات إلى حد ما، بس بتمون على اللقاء الديمقراطي أكتر، بتمون على اللي صوتوا لبنان الجديد أكتر، يعني الكتلة السنية نعم. ومن معه. وبالتالي إذا تدخلت إيجابا تدخلت، هي ما عم تتدخل لا سلبا ولا إيجابا، يعني المملكة العربية السعودية لم تتدخل ولن تتدخل، لا يبدو أن تتدخل لا سلبا ولا إيجابا. وبنفس الوقت الإيراني نفس الشيء، عندما أعلن وزير خارجية الإيراني من بيروت بآخر زيارة لقلوا نحن ما منتدخل بشؤون لبنان، فعلا ما تدخلوا. بس أنت رح تكون ساعة الصفر يعني هيدا المنتظر إنه ما رح ينحل الملف اللبناني غير ما إيران تحكي مع السعودية باللبنان هن عم يحكوا مع بعض صحيح بلبنان عم بحكي الملف بالملف اللبناني. شو اللي مأخر هيدا الملف؟ بعرف إنه اليمن أهم، بعرف إنه سوريا أهم والعراق أهم بمنطق هالدولتين نعم. ولكن بلبنان بمأزق وفي فريق لبناني كمان منصهر مع إيران، ليه ما بتبادر إيران؟ ليه بعدها ما بادر؟ كل القوى السياسية اللبنانية هي بحالة تعاون وتحالف مع قوى خارجية صحيح. تيني مين ما بدك بقول لك إيه، بقول لك عنده هون علاقة وهون أنت سميتي انصهار وهون تحالف وهون أوامر وهون تمني وهون بدك إياه. كل القوى السياسية اللبنانية اليوم الإيراني والسعودي قطعوا شوط كبير بعلاقة سبق وحكينا على هيدي الطاولة وقبل ما حتى تتنفذ من نعم. فترة طويلة إنه علاقتهم بالعلاقات الثنائية راحت على مرحلة متقدمة جدا وموثوق فيها ومرسخة. أول شيء بلشت بردم الخطاب المذهبي، بينت هلأ بزيارات بالحج من أيام نعم. ثانيا بالعلاقات الدبلوماسية، ثالثا بالعلاقات الاقتصادية، بالعلاقات والتعاون الأمني معززة هذه العلاقة أنه في جو عربي مواكب تحديدا على رأسه الإمارات العربية المتحدة يلي هي والسعودية متصدرين الحالة العربية بالتسويات ليس فقط في الإقليم بالعالم. يعني عم تشوف في المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة رايحين بعلاقات تسويية بتفيد العرب على كل حال بدرجة أولى مع إيران ومع غير إيران. بس قطر مش سابقة الإمارات بهيدا الملف مع إيران تحديداً. مع إيران بس الوهج هو الخليجي تحديدا عند السعودية نعم. يعني عم نحكي بالأوزان والإمارات وطبعا الكويت. هلا في مشكل حق الدرة بين الايرانيين والكويتيين، السعودي متعاون اكثر فاكيد رح يمشي الحال لانه كمان الكويتيين تسويين والكويتيين عندهم حاله عقلانيه مش من هلا من زمان. فبالتالي انت لما عم تحكي الكويت قطر ديجا هي اساسا هي بيتعاون مع ايران نعم. وعم تحكي الامارات اليوم في زياره بكره على كل حال الى ايران، فالإماراتي السعودي على مستوى وزارات الخارجية أوكي. وبالتالي في تعاون اقتصادي كبير، تعاون أمني، أمن الخليج اليوم بالتعاون مع إيران، فهني كتير صاروا متقدمين. هيدي العلاقة أنتجت هيدي التصالح، هيدي التسويات، هيدي التقارب بين الإيرانية ودول الخليج العربي أثبتت أنه فعلا منتجة ومثمرة ولازم نحن نستفيد من وجهة الإيجابية. هلأ موضوع لبنان هل طرح؟ لا، حتى الآن لبنان لم يطرح. ملف اليمن اللي قال مأخر، ايه مأخر لأنه هو على طريق التسوية وعم بيسووا ملف المعقد. ملف اليمن في نفوذ حتى أساسا المصالح السعودية فيها غير المصالح الإماراتية وهم حلفاء، وبالتالي ملف اليمن اللي بيعتقد أنه اليوم وبكرة رح يخلص لا، بس هو على طريق التسويات وماشي بالطريق القويم، والخطة السعودية فيه خطة إيجابية وجبارة والخطة الإيرانية أيضا إيجابية وعم يلاقوا بعضهم بهذا الموضوع. لبنان سوريا مكملة ماشي حالة لحالة، عنا لبنان. لبنان للإيراني قال هذا الملف اللبناني خاضع وتعالوا نحكي فيه، وللسعودي قال هذا الملف اللبناني تعالوا نحكي فيه. اثنينتهم ما حكوا الملف اللبناني واعتبروا حالهم ما رح يتدخلوا، واثنينتهم ما شاكسوا بعضهم بلبنان. لاحظي اللي قال البعض أن السعودي ما عم يتدخل إيجابا يعني هذا شيء سلبي، لا أبدا. السعودي يمون على عدد كبير من النواب تركهم، في ناس صوتوا لسمان فرنجية وفي ناس صوتوا
جهاد أزعور، وفي نواب قعدوا على جنب صبموا لبنان الجديد أو ورقة بيضاء. وبالتالي السعودي لا بده يشاكس سلبا ولا بده يتدخل إيجابا. هلأ نوصل لفترة طارح الفرنسي، هون بنرجع نطلع للحوار، طارح الفرنسي حوار محلي يواكب إقليميا. نعم الحوار الخماسي اللي عم بيصير بين اللجنة الخماسية إذا انضافت عليه إيران وصاروا سداسية، أنا أعتقد إذا كان في جدية سينتج ولو بعد حين، ممكن مش هذا الشهر، ممكن بعد 3 أشهر، مع البعض آخر شيء بده ينتج. بس بهذا الوقت رئيس مجلس النواب بمأزق، يعني كل كل الأصابع موجهة، أصابع الاتهام موجهة عليه أنه هو ما عم بيحدد موعد لجلسة انتخاب رئيس، في وقت عم بيكون كتير صعب على مجلس النواب، كيف سيتصرف رئيس مجلس أول النواب؟ واليوم كمان ما بخفيك أنه زيارة السفيرة الأمريكية البعض يشكك بأنه هذه زيارة ضغط على رئيس مجلس النواب بخصوص عقد جلسة وعدم الانسحاب من الجلسة، وبالتالي يعني الاستفادة من هذا الوقت لتمرير رئيس غير رئيس اللي عم تسألي حضرتك عم يسألوه صحيح، بس أنا بدي روح أكثر من هيك ولنحكي الناس والعقلاء من الناس بهيك بشوية روية وهدوء. هل عقد رئيس ودعا رئيس مجلس النواب إلى 12 جلسة ولا لا؟ نعم. هيدا سؤال الناس تجاوب نعم نعم. هل آخر جلسة أنتجت ولا لا؟ لا لم تنتج. هل تغيرت الأجواء السياسية في البلد من آخر جلسة لهلأ؟ تعقدت. لم تتغير. هل يعني ذلك إذا انعقدت جلسة رح يصير في انتخاب رئيس؟ لن يكون هناك رئيس لما تغير. هل قد الأسئلة؟ هل قد الأجوبة؟ هل المطلوب من رئيس المجلس يعمل جلسات فلكلورية إنه والله عملنا جلسة وينزلوا يتسابقوا وما في إنتاج ونضحك على الناس؟ لا، بدك تعملي جلسة اليوم بعد 12 جلسة مريتي فيها. وآخر شيء ثبت رئيس مجلس نواب نبيه بأنه ما هو حق لما قال لهم أنا ما بروح على جلسة إلا ليكون فيها جدية بالتعاطي وليكون فيها مرشحين جديين ولا يكون فيها شيء. صاروا يهاجموا إنه أنت مش مهمتك تعمل توافق. طيب أوكي، صارت جلسة ب 14 شهر وهو كان قال لهم قبل 15 حزيران في جلسة ولازم ننتخب رئيس. رحنا على جلسة، شو اللي صار من 14 شهر لهلأ؟ وممكن تقولي بعد شهر تاني يمكن يدعي على جلسة، ما حدا بيعرف شو المعطيات السياسية اللي ممكن تكون، بس هاي المعطيات السياسية اللي علاقة بالداخل اللبناني إذا فعلا في نية بانتخاب رئيس أو إذا في معطى آخر. أما المعطى الخارجي بدي توقف عنده حسب معلوماتي، له علاقة بتهويل أو تهديد أو محاولة ضغط على اللبنانية. أنا بجزم لك هيدا الكلام هو لبناني، ما سمعنا شيء من الأمريكان. الأمريكان كانوا عم يقولوا إيه روحوا على جلسة، شافوا اللبناني راحوا على جلسة ب 14 شهر وبيعرفوا أنه لو راحوا على جلسة هلأ فولكلور مشهدية ما إلى إنتاج ولا طعمة.